احمد الحراق امام خطيب في المسجد هذا. جيت مش قلقتكم شويه حكايه نصيف ساعه ثلث ساعه قلقتكم شويه استحملوني وبعد نمشي على روحي مثالش معه. هاي باي بارك الله فيكم. تعرف انا حبيت اكلمكم في موضوع اللي ماذا بينا كنا نحكي فيه. الموضوع هذا يكفي اننا نتكلموا فيه. تعرف ايش يصير لنا؟ اسمه ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سمعنا الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم، معناها ما قعدنا احنا كيما هكا تو، يذكرون الله شو يصير؟ الا غشيتهم الرحمة. غشيتهم الرحمة معناها هبطت عليهم الرحمة من السماء. وتنزلت عليهم السكينة، سكينة. وحفتهم الملائكة، معناها الملائكة تجي تطوف بهم. وش اسمه هذه أعظم حاجة في الكل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده. شو؟ معناها احنا سوا كيما نذكر ربي ونقعد ونحكي شوية على ذكر ربي. ربي سبحانه وتعالى يذكرنا الفوق في السماء. اي نعم يذكرنا الفوق في السماء. عرفتوا شنو الفايدة متاع المجلس اللي احنا قاعدين نعاون فيه تو ولا؟ مثالش نستحملوا بعضنا أربع ساعة ثلاث ساعة هكا ولا؟ باه. ولذا شوفوا بحاجة بسيطة جدا. احنا نقعدوا فيها هكا مع بعضنا ونحكيوا في موضوع كيما هكا مع بعضنا، ورا الاجر اللي يصير، ورا جزيل الاجر اللي يصير، اجر عظيم. يكفي ان حكينا هكا اش قال ربي اش قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط حديثنا. احنا ما احنا نحكيوا برشا، حتى في هكا البرشا نزكيوا على هكا البرشا في شويه حديث اش قال فيه ربي واش قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. اي باه انا تعرف باش مش نقيس التركيز نتاعكم، كي نقول الرسول نسمع صلى الله عليه وسلم. نقول ايها جماعة فريزة قهوة فريزة ما شاء الله ناشطين بالباهي وفايقين بالباهي قبل كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا قلنا بحاجة بسيطة ربي سبحانه وتعالى الأجر اللي يعطيه لنا. هذا يدل على حاجة، يدل على شنو؟ يدل على كونه عنا نعمة، أعظم نعمة موجودة في الوجود. شنو هي النعمة هذه اللي ربي ميزنا بها على بقية العباد الكل، وميزنا بها مش على العباد حتى الحيوانات وحتى كل شيء. ربي هالنعمة هذه ميزنا بها. شنو هي النعمة؟ هي نعمة الإسلام. والله يا أحباب عنا نعمة من أعظم النعم هي نعمة الإسلام. أما احنا محناش حاسين بها بالحق. نعرفوا انه نعمة كبيرة برشا نعمة الإسلام، أما محناش فايقين بها بالحق بالحق. تعرفوا على بالكم في أيامنا هذه احنا تو ما احنا كنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عباد في هالوقت هذا والله العظيم يعبدوا، ما زالوا يعبدوا في الاصنام، وما زالوا يعبدوا في النار. النار يشعلوا نار عائله كامله، يتلمدوا عائله كامله على شنو؟ باش يعبدوا نار. بل اكثر من هكا، شفتوا الصين وشفتوا اليابان هكا التطور اللي صار لهم وهكا الازدهار اللي صار لهم، وصلوا حتى للقمر. اما للان وصلوا للقمر وتلقاه انسان بكرهبه اخر ما اخر مخرج، وبرجل اعمال ملياردير وشركات، واحد تتعدى حشاكم بقره في الطريق يسكت الكرهبه يقف وش يعمل؟ يسجد لهيك البقره. وين مشى طلعونهم للقمر؟ وين مشات هيك الكراهب؟ وين مشات هيك المليارات؟ وين مشى هيك الكل قدام بعدين يسجد للقمر للبقر؟ شفتوا احنا النعمه اللي اعطاها لنا ربي؟ ما اعظمها نعمه والله، نعمه الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي يقولها، يكفي يقولها وفي قلبه مثقال ذره من الايمان، يوم القيامه ربي سبحانه وتعالى يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك الكلمه برد تدخل بها الجنه. شوفوا في حديث اخر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد اللي يوجد عود فيه شوك، معناها كما نقولوا احنا هكا عود ولا طرف نتاع شجره في الطريق، فزحزحه عن الطريق. شنو معناها زحزحه؟ اي ابعده عن الطريق. شو يصير؟ اسمه قال زحزحه الله عن نار جهنم. يكفي معناها انا البعد هكا حاجه من الطريق كما هكا ربي بعدني عن نار جهنم. وين هالاجر هذا؟ هالاجر هذا من قوه كان في الاسلام. ولذا هالدين العظيم هذا بالحق عنا الحق ان نحبوها بالباهي. كل واحد فينا يزيد يحبوا بالباهي احنا نحبوها
لانه تولدنا في وسط عائله تحب الاسلام وتحب محمد صلى الله عليه وسلم. يلزمنا احنا كلنا نغيروا على هالدين هذا ونعيشوا بهالاسلام هذا، تنفس اسلام، تنفس لا اله الا الله محمد رسول الله. تعرف احنا ربي كرمنا على بقيه المخلوقات، قال ربي في القران شو يقول؟ يقول ولقد كرمنا بني ادم، كرمناكم باش كرمنا؟ يكفي ربي بعد ما خلقك، تعرفوا كي ربي خلق الكون شو صار؟ خلق بنادم وبعد ما خلقه من طين ما فيه لا روح لا حد شيء، شو عمل؟ قال ونفخت فيه من روحي. باش وليت عندك روح؟ ربي سبحانه وتعالى انفخ فيك، معناها انت هنفس طالع هابط اللي عندك من روح الله سبحانه وتعالى. ريتوا ما اعظم ربي، ما بعدش ما سيدنا جبريل ينفخ فيك ولا ميكائيل ولا اي ملك اخر، ربي سبحانه هو بذاته انفخ فيك. يا هل ترى مش حرام علينا بهالنفس اللي اعطاه لنا ربي نخرج به سب ربي سبحانه وتعالى، ولا نخرج به حاجه حرام، ولا نتكلموا به زور، ولا نقولوا به غيبه ونميمه؟ الحمد لله احنا الشباب والخيان اللي هنا كلهم يغيروا على دينهم ويحبوا دينهم مش من الصنف هذايا، لكن احنا نحبوا جماعه المقهى هذه تكون مقهى مناره في وسط الطريق العين كامله. كي يقولوا قهوه فرازه، هيك القهوه هيك اللي فيها عباد رجال بالحق، عباد يحبوا دينهم بالحق، يسمع واحد يسمع حاجه حرام ينهى عليها ويحف عليها ويحف على المعروف. هذا هو اللي يلزم كل واحد فينا، ولذا هالعظمه بتاع الدين هذه يلزم العباد الكل تتجسد فيهم كغير على الدين. تعرفوا كل واحد فينا مطالب انه غير على دينه، برا عمل المعاصي ما عمل ما يزموش ينسى غيرته على دينه مهما عمل المعاصي. على بالكم اللي الايام الفايته وقت صار هيك الفيلم المسيء للذات الالهيه في انا تنسمه ذكرتوه ولا ايش صار اليوم المحاكمه نتاعها؟ هو ايش صار في هيك الفيلم وقت صار؟ معناها برش عباد ولاو يغليوا على الشيء هكايا، تمسني في ربي، تمسني في المعتقد نتاعي، العباد الكل نغروا. تعرف من جملة ما نغر على هالشيء هذا، واحد مولى مصنع متاع شراب، مولى مصنع متاع شراب، تعرفوا وقتها خرجت قالوا باش شنعملوا لها هذه نسمة نسكروها مثل من البارابول باش نبينوا كوننا غايرين على ديننا ونغرنا على ديننا، قالوا نسكروها من البارابول. عاد هذا مولى مصنع متاع شراب شعمل؟ جاء الواحد هو جروسيست، جاء الواحد يبيع عندي تاعي معناها بالقطعة، قال له سمعت هيك الفساد في نسمة شو عملوا؟ قال له سمعت، قال له نحيتهاش القناة؟ نحيتها ولا؟ قال له ما نحيتهاش، قال له بالذي لا إله إلا هو وإذا ما تنحيهاش كعب شراب لا تراها. على شوفوا كيفاش يغير على دينه رغم اللي هو هيك هيك. كل واحد فينا، كل واحد فينا يا أحباب، كل واحد فينا يزلنا نزيد ونقويها في أنفسنا ونحسوا بها بالحق. احنا عباد لله، كيفاش سيدي؟ شوف اي، ولذا العبد مهما كان مهما كان في اي موقف كان يزم غير على دينه وعلى النبي متاعه صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيكم ان شاء الله. تعرفوا اقبل شكون عنا من الناس الكبار هنا ويتذكر سوق الحوت وين كان اللي في صفاقس؟ سوق الحوت وين كان قبل ما يكون تويكا في بعد في السوق المثقف؟ كان سوق الحوت جيد باب حر. عاد في مره من المرات كانوا موجودين يهود برشا في صفاقس، في مره من المرات ثم بعد ساعات الحوت كيفاش كانوا يبيعوها؟ مركزين معايا ولا عايبه؟ الحوت كانوا يبيعوها بالشك ولا اذا حوته كبيره بدلاله. واتيت ثم حوته كبيره قعدوا يتزايدوا عليها، تزايد عليها واحد صفاقسي وواحد يهودي، اما هو صفاقسي زاده واحد مسلم وواحد يهودي، قعدوا يتزايدوا على هاك الحوته، واحد يزيد الاخر يعض واحد يزيد، وتلمدت حربه ولاو يتزايدوا عليها. ليه في التالي رصاص سم على المسلم الصفاقسي المسلم، وقت رصالي السم في هاك الوقت نتاع البيع والشراء وهاك الخماضه هكيه ايش صار؟ ثم واحد سرق متعدي هكا ينشد اختصاص نشله، ما هو ولات اختصاص عاد الصرفه باك بليس دو نشله باك بليس روا كرهت كذا معناها اصناف واش كان. عاد هذايا شعمل هذايا السرق؟ انشل السطوش نتاع هكا الراجل اللي اش قاعد يعمل؟ قاعد في الدلاله هالمسلم اللي طاح عليه السم. فهمتوني ولا ما فهمتوش؟ كي رصى عليه السم وتنشل السطوش نتاعو بعد
مغلب هو في الدلالة قدام هكا اليهودي، رمى يده في جيبه باش يهز السطوش، رمى يده في جيبه ما قاش السطوش. قال يا رسول الله، قال يا رسول الله، هو قال هكا وين السطوش يا رسول الله، تسرق لي السطوش صلى الله عليه وسلم. ريتو اخونا كيفاش مركز اكثر منكم صلى الله عليه وسلم، الله صلى وسلم عليه. خذوا الوسم هذا ذكرونا به في اخر الحصه، الله يبارك فيك. عاد قال يا رسول الله، هو قال هكاك اليهودي ايش قال له؟ قال له اي تو ينفع لك رسول الله، اي تو نرى النبي نتاعك شي يعملكم. وليت الحكايه فيها معتقد، مسال المعتقد ايش عمل لها السارق؟ مازال غاديك في هاك الحظبه، مش يشمت فينا يهودي؟ قال له واه السطوش نتاعك ولا يشمت فينا يهودي. ولذا غار هذا سارق وغار على دينه، احنا كلنا هنا يلزمنا نغيروا على ديننا بالحق. كي نسمعوا حاجه في ديننا تمسك كلنا نشيء، كلنا نهبولها. كي نسمعوا حاجه، كي نسمعوا كيما قلنا الله اكبر كلنا نلبيه الله اكبر، صحيح ولا لا؟ صحيح. عيبه. ولذا الانسان يجب مهما كان ديما يكون عايش للاسلام نتاعه وعايش على الدين نتاعه. نزيد ولا يزيد؟ عايزه اللي قال ما نزيدش زاد خذوا له اسمه زاد. به نواصلوا. ثم موقف واحد من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو اسمه هالصحابي هذا؟ أي كبتوه بالباي اللي ما حفظوش، اللي مش يحفظه، تعرف شو عليه؟ على خاطر المخ تعبى كامل بسامي الجوارات، يزمو ينقص جوار ويحط في بلاصته هالاسم هذا. جوار برك ما يسالش، حط في بلاصته هالاسم هذا. هالصحابي هذا شو اسمه؟ شكون؟ على خاطر حتى ما سميتوش انا. لا مش مصحف. صحابي اسمه ابو محجن الثقفي. شو اسمه؟ ابو محجن الثقفي. هذا صحابي يحب الاسلام بصفه كبيره برشا، ولكن هالصحابي هذا عنده مشكله كبيره برشا. شنو هي المشكله نتاعو؟ انه انسان مدمن خمر. هو صحابي للرسول صلى الله عليه وسلم، اما لكن هكا ايمانه يضعف، ايمانه يضعف. حتى في مره من المرات مشى وقت صارت غزوه القادسيه اللي باش يفتحوا الفرس بلاد فارس، مشى معاهم هالصحابي هذا. هو في وسط الجيش يضعف في الايمان نتاعو كيما كل واحد فينا يضعف ايمانه. راهو لو ما ثم حتى واحد معصوم من الخطأ، كلنا خطائين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابوا. اول ما تعمل ذنب قول استغفر الله، يا ربي توب عليا، توب عليا وارجع، ارجع جدد في ساعه الثنيه نتاعك. ابو محجن الثقفي ايمانه ضعف وشرب الخمر. شرب الخمر في ارض المعركه، وين المجاهدين؟ وين العباد سيبوا مالهم وفلوسهم وعيالهم وخرجوا يبذلوا في اموالهم وانفسهم وضعف ويشرب الخمر؟ يشرب الخمر جابوها لسيدنا سعد بن ابي وقاص اللي هو قائد الجيش. قالوا له يا سعد هذا يشرب الخمر، شنو الجزاء نتاع شارب الخمر؟ الجلد. هما جاوا مش يقيموا عليه، حد يجلدوه. وقت جاوا مش يجلدوه قال لهم سعد لا، ما يصيرش إقامة الحدود في غير أرض المسلمين، هذا في بلاد الفرس تويكا، حتى نرجعوا لبلادنا وبعدين نقيم عليه الحد. أجلوا له المحاكمة مع تأجيل التنفيذ. باهي. وقت قال هكاكا ش عملوا له؟ أما قالوا نقيدوه، نسجنوه، سجنوه حتى يتنفذ فيه الحكم. هو مقرط في عرصة مسجون، مسجون باش ما يشاركش في الغزو هاكي. عاد هو في هاك العرصة ويارى الصحابة نحبكم تو كل واحد فينا يتخيل روحه مكان أبو محجن الثقفي، مش وقت هو يشرب، لا في هاك الموقف وقت هو مربوط. تخيل روحك مربوط وبرا كان مربوط، مربوط وصاحي. أبو محجن الثقفي هو قاعد مربوط ويارى في الصحابة اللي هذا كيفاش يتسابق باش يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله، اللي هذا كيفاش يمشي يجري باش يحس طعم الشهادة، ولا اللي هذا يمشي يجري كيفاش باش يبين مدى غيرته على الإسلام ومحبته للإسلام. وهو قاروحه مربوط في عرصة، مربوط مع الشيطان على خاطره تبع الشيطان، واللي تبع الشيطان مش يقعد مربوط مع الشيطان. أبو محجن الثقفي بدا يوزن الأمور، قال أنا هنا في عرص قيد ذليل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، ما أحقرني؟
كيفاش نرضى لنفسي هالحاله هذه؟ اش عمل؟ ولا ينادي يا سلمى يا سلمى. شكون هذه سلمى؟ زوجة سعد بن ابي وقاص. هو كان مسجون في دار سعد بن ابي وقاص. كي جاته سلمى اش قال لها؟ قال لها بالله فك القيد نتاعي، خليني نخرج نجاهد معاهم، بالله ما تحرمنيش، راني مشيت مئات الكيلومترات باش نخرج نجاهد معاهم وبعد في اخر لحظه نتحرم من هالاجر هذا، ما تحرمنيش. اش قالت له؟ قالت له لا ما نجمش. قال لها علي عهد، اني نحلف لك بربي كاني قتلت في المعركه ومت شهيد هيك علشان نوجو، وكاني معناها كتب لي ربي الحياه، بعد نجي انا نجي وعود ربطني في العرصه. والمسلم والعربي بصفه خاصه عنده عهد، عنده ميثاق وعنده كلمه. اش عمل ابو محجن الثقفي بعد هكا؟ وجعها ضميره على الاول، قالت له لا، وبعد وجعها ضميره وسيبته يمشي يجري يسرق الفرس نتاع سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص في هذه المعركه كان ما نجمش يشارك في المعركه على خاطره مرض، عنده مريض بالدهريه، وقتها قعد بجنب الجيش في وسط الجيش يسير فيه وبرا، ما كانش من اللي قاعدين يقاتلوا، اللي مرض اصابه. عاد ابو محجن الثقفي يمشي يسرق الفرس نتاع سعد بن ابي وقاص ويتلثم يتلثم ويخرج الارض المعركه، يقاتل قتال الابطال من الملثمين. هو ملثم، مش الملثمين هذوما راهو اللي يحكيوا عليهم، الملثمين والملتحيين خاطي حاجه اخرى. عاد ابو محجن ويخرج يقاتل قتال الابطال، يتفرج سعد ويتفرج الصحابه، قالوا شنون هذا اللي حل في جيش العدو فتريه، يبدا من اليمين وهو يقتل فيهم لين يوصل للي صار نتاع الجيش، من اليمين للي صار للقدام التالي، عمل فيهم ما عمل. شنو المحرك نتاعو ابو محجن الثقفي؟ الايمان نتاعو، غيرته على دينه، يحب اسلامه. ما نجمش كي يسمع حي على الجهاد يقعد مكتف دين، كيما برشا وحيد هنا كي يسمع حي على الصلاه ما يجمش، قلبه ما يطوعوش، لانه اول ما يسمع حي على الصلاه قلبه ينقز يجري للجامع. ابو محجن الثقفي قعد يقاتل قتال الابطال، حتى انه البعض من الصحابه قالوا كنا نعرفوا انه في بعض الغزوات يهبطوا الملائكه يقاتلوا معنا، قالوا كان موش الملائكه يهبطوا، ما هياش في صوره بشر، معناها سيف يقاتل وحده استانسنا، مش صوره عبد ويقاتل. قال لا، قلنا انه هذا ملك قاعد يقاتل، على ماذا عمل ما عمل في جيش الكفار؟ وسعد بن ابي وقاص يتفرج من بعيد، قال شكون هذا؟ قال الضب ضب البلقاء. شنو معناها؟ معناها العدو وجري جري البلقاء، هذه البلقاء هي الفرس نتاعه. قال هذا حصاني نعرفه، تي مشيتها هذه وتنجيزتها واحد. قال والطعن طعن ابي محجن، معناها هذه طريقه ابو محجن في القتال. قال والبلقاء مقيده في بيتي وابو محجن مقيد في السارية، مربوط في عرصه، كيفاش؟ معناها تزوجوا متخل بعضه. وبعد ما قاتل قتال الابطال امنيته شنو الشهاده؟ ما اعظمها شهاده والله يا احباب. كي عمل لها كيكا اول ما قعد يقاتل، ليه الرب يكتب النصر للمسلمين وفات هاك الغزوه. كي فات هاك الغزوه ابو محجن الثقفي اش عمل؟ مشى يجري للعرصه هكيه وربط روحه في هاك العرصه وفاء بالعهد. رجع سعد بن ابي وقاص هو داخل البيت واذا به تعرضوا الفرس نتاعو، تلو هي تله تخض بالعروقه. قال هذه ما تكون كان عملت ابو محجن. وقرب شويه لابو محجن يلقاه يخض بالعروقه والدميه تشلي، عرفوا اللي هو كان هو السبب. يا احباب ابو محجن شرب الشراب، ضعف ايمانه، اما لكن ما وقفش على الحاله اللي هو فيها، ما رضاش بالحاله اللي هو فيها. صحيح انا عصيت ربي كما كنا نعصيه ربي، اما ما نقفوش على هيك المعصيه. روح الانسان الفعل انه ما يرضاش بالحاله اللي هو فيها، بل يثور على الحاله اللي هو فيها وينتقل من حاله الاحسن من حاله هكية. علاش؟ لانه المحرك نتاعو دينه. كل حاجه نحيها، كل حاجه نحيها من نفسك الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم واسلامك، ما تنحيهمش من قلبك. تنحى العظام نتاعك الكل، اما تنحيش الاسلام من قلبك. هذا ابو محجن الثقفي غار على دينه كما كل واحد فينا يغير على دينه. تعرفوا اللي ثم واحد من الصحابه، هالصحابي هذا شو اسمه؟ اسمه عبد الله ابن ام مكتوم. كان يطولت عليكم نقول هالحكايه ونختم ان شاء الله. هذا عبد الله ابن ام مكتوم راجل اعمى
وزيد شيخ مسن كبير في السن، جاء في هيك الغزوة، في نفس الغزوة سعد بن أبي وقاص، قال له يا سعد نحب نخرج نجاهد معكم. شنو؟ كيفاش تخرج جاهد معنا وانت راجل أعمى؟ لا ترى زيد راجل كبير. قال له نحب نخرج نجاهد معكم، مش نجاهد برا، نحب الراية متاع المسلمين، أنا نقاتل بالراية، معنى نهز علم المسلمين. سعد بن أبي وقاص قال له يا عبد الله، إنه جهاد ودماء ورماح وتطاير رؤوس، مش لعب هذا، رأي هذا تطاير رؤوس ودمية وواحد وسهام وسيوفة. قال له وأنت رجل أعمى، كيفاش مش تقاتل هكا؟ اسمه اش قال عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم قال له يا سعد بسم الله، قال له يا سعد، الإنسان اللي يرى إذا رأى السهام والسيوف والرماح خاف وربما هرب. قال له وأنا رجل أعمى، ما عندي هالأمور مش نراهم، ما عندي ما نخاف، مانيش مش نوخر بالتوالي. ريت كيفاش الفهم بدا حمى. قال له صدقت سعد بن أبي وقاص، وعطاه الراية. الراية هذه علم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كخذا هيك الرايه سيدنا عبد الله بن ام مكتوم مشى قبل ما تبدا المعركه لساحه المعركه، الارض اللي مش تبدا فيها المعركه. علاش مشى يعمل؟ باش يعلق حرز ولا يرش طرف سينوش في البلاصه اللي مش يقاتل فيها؟ لا، ما مشاش يعمل هيك. عبد الله بن ام مكتوم مشى يحفر حفره في وسط ارض المعركه، حفر حفره وردم روحه للحزام، وخلى وجهه متجه جهه جيش العدو. علاش عمل هذا الكل عبد الله بن ام مكتوم؟ شوفوا علاش، تعرفوا والله كل واحد يقول علاش يحشم من روحه من تقصيره. عبد الله بن مكتوم ردم روحه في الارض لماذا؟ قال لي انه في وسط المعركه يمكن بكثره الضرب والسيوف والواحد قال يكون هكا عاطي بوجه الجيش العدو، من كثره الضرب يولي عاطي بظهره. كي يعاطي بظهره يتطعن في الظهر، وشكون يتطعن في الظهر؟ اللي يهرب. قال وين نهرب من الشهاده؟ هيك علاش ردم روحه في القاعه. هو الرجل ولا مش الرجل؟ عندكم تفسير للرجولة أكثر من هالتفسير هذا وأبلغ من هالتفسير هذا؟ ما ثماش. ما منعوش كبر السن متاعه وما منعوش العمى متاعه، ولكن كان رجل. يا عباد الله، إذا ما قد لازم تعمل حاجة في الدنيا بالله قبل ما تموت، نعملوا حاجة، نكونوا عباد فعلين. رحنا عملنا أكبر حاجة، طردنا الفرعون متاع تونس، يا أخي تهون علينا أنه نكملوا نبنيه بين يدينا؟ عنا لدين اللي تهدم الظلم، هي نفسها راهي ليد اللي تهدم الظلم، هي اللي تبني الحق. يلزم كل دين تشارك في الحق هذا، وخاصة المنطقة هذه، راهي المنطقة هذه فيها الخير الكثير. شوفوا بالله مولا قهوة يقل لك هاي القهوة متاعي واستعملها الحاجة اللي ترضي ربي، الله يبارك فيه، ربي يجعلها في ميزان حسناته. قولوا أمين. أمين. ولذا العبد ديما يلزم يعمل فايدة، يحقق فايدة. ثم امرأة بغي، معناها المعاصي اللي تجي على بالك كل عملتها، جات لسيدنا موسى وقالت له يا موسى، أفي الجنة أم في النار؟ أنا في الجنة ولا في النار؟ شنو مصير الجنة والنار ولا النار؟ ش قال لها سيدنا موسى؟ أوحى الله إلى موسى أنها في النار. قال لها سيدنا موسى أنت في النار. كي سمعت هالكلام هذا ش عملت هيك المرأة هيك؟ قالت له إذن يا موسى أدعو الله لي أن يضخم جثتي في النار، أدعي الرب باش يكبر لي الجثة متاعي في النار. كيفاش؟ يا أخي ثم واحد يدعيك هكا؟ أهو نقلكم علاش، نقلكم ولا ما نقلكمش؟ باه. قالت له أدعو الله لي أن يضخم جثتي في النار. قال له ولماذا؟ قالت له اسمه بباه، قالت له كي أسد بجثتي باب جهنم فلا يدخلها بعدي أحد أبدا. شوفوا كيفاش الفهم بتاعها. قلت أنا ما كانت ليش منفعة في الدنيا، أما يلزمني نفيد، يلزمني ننفع، على الأقل ننفع في الآخرة. هذا حد فهمها، كانت رحيمة هي، على خطرها حبت تنفع. يا أخي أوحى ربي سبحانه وتعالى، اسمه الكريم، أوحى ربي إلى موسى يا موسى بشرها بالجنة لن تكون بأرحم مني. شفتوا ربي رحيم؟ شفتوا ربي ما أعظمه؟ ميسالش، نتفرهد ونلعب ونعمل كل شيء، وفي نفس الوقت نعبد ربي حق العبادة. يا أحباب روه ربي كريم، ريتوا هالمطر اللي احنا فيها، ريتوا الغيث اللي احنا فيه، قولوا الحمد لله. تعرفوا امس 8 في المسجد هذايا صلينا صلاه استسقاء في المدرسه اللي بحنا المسجد، او كفي نهار ربي خلص بالحاضر. راهو يا احباب ربي كريم،
علاش نمشي لغيره؟ علاش ندقوا على فلان الباب بالله يعمل لي يقضي لي هيك القضيه؟ وعندك ربي هو رب هيك الفلان اللي يقضي هيك القضيه. نسيبوا الاصل ونمشيوا للفرع. يا احباب سامحوني كاني كثرت عليكم ولا قلقكم كلمات حبيت هكا نونس روحي بها ونونسكم بها، وتقبلوني حتى ضيف ثقيل عليكم مثالش، وربي يجمعنا في الجنه وربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. البالكم اللي وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أسباب استجابة الدعاء، معناها ثم وقالت ربي خاصة إنه الدعاء فيها مستجاب. تعرف أما هي الوقت؟ قال وقت نزول المطر، معناها أبواب السماء تبدأ محلولة هيك علاش نزل المطر. معناها احنا توا إذا مش ندعيه ربي يستجيب الدعاء متاعنا؟ إيه نعم يستجيب الدعاء متاعنا. توا أبواب السماء مفتوحة يا أحباب، شكون فينا ما يدخلش؟ باب ربي مفتوح، شكون فينا ما يدخلش؟ شكون يحب يدخل؟ باهي اللي يحب يدخل باب ربي يرفع يديه لفوق ويدعي بإخلاص. أنا تو ندعي وأنتم قولوا آمين، مثالش ماهو؟ اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا ربي لك الحمد، لك الحمد يا رب، لك الحمد، يا ربي لك الحمد على هذا الجمع الطيب المبارك، يا ربي لك الحمد، يا ربي أدخلنا الجنة، يا ربي أدخلنا الجنة، أدخلنا الجنة، كما جمعتنا هنا اجمعنا في الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ربي ارزقنا قصرا بجوار قصر الحبيب المصطفى في الجنة. يا ربي استخدمنا ولا تستخدمنا. يا ربي نعوذ بك من جهنم، نعوذ بك من جهنم، نعوذ بك من نار حرها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد وهي تقول هل من مزيد. يا ربي حرم أجسادنا على النار، يا ربي حرم أجسادنا على النار، يا عزيز يا غفار، يا ربي اهدي شباب المسلمين، اهدي شباب المسلمين، اهدي شباب المسلمين، يا ربي نقسم عليك أن تهدي شباب المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ربي حببنا فيك يا الله، اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اجعلنا من الذين يحبون السعي إلى المساجد، اجمعنا في المساجد يا الله، اجعلنا من المحافظين على الصلاة في المساجد، نسألك بر الوالدين، نسألك بر الوالدين، اللهم أعن الشباب على ما يحبونه ويرضونه كما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين، اللهم هيئ لهم سبل النجاح، هيئ لهم سبل الفلاح، يا رب اجمعنا في الجنة، يا رب اجمعنا في الجنة، يا رب اجمعنا في الجنة، يا ذا القوة والمنة، يا ذا القوة والمنة، يا أمين يا الله، يا رب بك نستجير، بك نستغيث، إليك رفعنا أكفنا، يا رب نقول لك يا الله، يا الله، يا الله، تب علينا الليلة يا الله، تب علينا الليلة يا الله، تجاوز عن ذنوبنا، تجاوز عن تقصيرنا، تجاوز عن تقصيرنا، اللهم بدلنا بالسيئات حسنات، بدلنا بالسيئات حسنات، يا ذا القوة والمكرمات، يا الله يا الله، اللهم ارحم دعاءنا، ارحم دعاءنا، اللهم ليس لنا سلاح إلا الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا من قلت ادعوني أستجب لكم، يا من قلت ادعوني أستجب لكم، يا رب ندعوك متذللين، ندعوك خاضعين، ندعوك باكين، يا رب اهدي شباب المسلمين، اهدي شباب المسلمين، اهدي شباب المسلمين، يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا مجيب الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا كريم يا كريم، يا جواد يا رحيم، لا تخيب فيك رجاءنا، لا تخيب فيك رجاءنا، يا ربي أغلقت الأبواب إلا بابك، وخاب الرجاء إلا منك، وانقطعت الأسباب إلا إليك يا الله، لا تردنا خائبين، ولا عن جودك مطرودين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم هدية نحب نعطيها لكل واحد فيكم. سامحوني تفضل.